فيما يخص الملف الأخير، المباراة الأخيرة الاتحاد والعدالة، في ملفات كثيرة تطورت خلال 24 ساعة الماضية في نادي الاتحاد اللي تواجد فيه زميلنا ناصر القحطاني مراسل البرنامج. ناصر حياك الله، ما الجديد في نادي الاتحاد خلال الساعات الماضية؟ نعم سلطان، متواجدين حاليا أمام مقر نادي الاتحاد اللي متواجد فيه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحايلي، وكذلك وكيل اللاعب ومدير الاحتراف بالنادي، متواجدين من تقريبا من الساعة 4 العصر بالنادي. وكيل أي لاعب؟ اللاعب وكيل اللاعب، صحيح. وكيل أي لاعب؟ وكيل اللاعب عبد المجيد الصوات. يعني عبد المجيد الصوات وكيله الآن في نادي الاتحاد؟ صحيح، متواجد الرئيس ومدير الاحتراف بنادي الاتحاد. اي، وراح يصل اللاعب تقريبا بعد 10 دقائق الآن لإجراء مراسم التوقيع. اللاعب سيوقع مع النادي لمدة 3 سنوات، والإدارة تريد شراء المدة المتبقية من عقده اللي هي 6 أشهر حتى تستطيع تسجيله في الفترة الشتوية. الإعلان راح يكون تقريبا بعد أقل من ساعة، الساعة 12:30 راح يعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، وإحنا بإذن الله خلال وصول اللاعب راح نقدر نحصل على لقطات ولقاء حصري للبرنامج. يعني بالنسبة لل يعني الآن في نادي الاتحاد يتواجد رئيس النادي ومدير احتراف النادي ووكيل اللاعب عبد المجيد الصواط، وبعد قليل سيصل اللاعب نفسه لإبرام عقد احترافي مع نادي الاتحاد ل3 سنوات قادمة، وأن في محاولات ستتم ما بين إدارة نادي الاتحاد والتعاون لشراء الفترة المتبقية. هذا الكلام صحيح؟ صحيح. طيب في شيء ثاني؟ وبالنسبة ليعقوب الكعبي المهاجم المغربي، متواجد نائب الرئيس أحمد كعكي في دبي مع وكيل اللاعب، ومتفقين بشكل كامل، متفقي فقط إعارة بيجوفيتش ليتم تسجيل اللاعب بكشوفات الاتحاد بديل للمهاجم بيجوفيتش. متى راح يخرجون بيجوفيتش؟ متى راح يحصلوا له نادي؟ أول ما يخرج بيجوفيتش راح يتم الإعلان الرسمي لأيوب الكعبي. وانت في النادي ناصر، هل شعرت باللاعب اللي خلاص سيغادر أسوار النادي، قروهي أو قوناس ليحل بديل عنه البدري؟ أتوقع قوناس بشكل أكبر، لانه راح انيس البدري راح يشارك في مباراه السبت بديلا لكارلوس فيلانويفا. وبالنسبه لبرونو اتوقع راح يكون بديل لجوناس. الى الان الاداره ما فصلت في هذا الموضوع، ما اتخذت قرار نهائي. ممكن برونو ما يشارك مباراه السبت في انتظار القرار النهائي، يا جوناس يخرج او انه يستمر، لكن الى الان لم تتخذ الاداره اي قرار رسمي. طيب، الزميل ناصر القحطاني مراسل البرنامج من أمام مقر نادي الاتحاد في جدة، شكرا جزيلا لك. أذكركم النبأ العاجل اللي وردنا من الزميل ناصر القحطاني أنه اللاعب عبد المجيد الصواط في طريقه إلى نادي الاتحاد لتوقيع عقد لمدة 3 سنوات قادمة ابتداء من الموسم القادم، وأن وكيل اللاعب متواجد في النادي الآن وبحضرة رئيس النادي أنمار الحايلي ومدير الاحتراف. وفيما يخص الفترة المتبقية ما بين إدارة التعاون والاتحاد سيتم مناقشتها في وقت لاحق. جمال عارف، تعليقك على هذه الصفقة. والله أنا قبل كده تكلمت، مش قلت إنه في حراك في نادي الاتحاد وحراك بعمل وعمل بصمت للأمانة. يعني خلينا نبعد عن الناس المنافسين. لما انتقدنا أنمار في الفترة الماضية كان انتقادنا على صح، كانت في أخطاء كوارثية وانتقدناه وهاجمناه بحدة للأمانة. الآن في ظل هذا العمل والعمل المميز والممنهج، وانت تعرف صعوبة الحصول على لاعبين في الفترة الشتوية. يعني أنا أفتكر في حلقة مع أبو بدر وكان موجود مين؟ الزميل طارق كيان، كانوا يقولوا يعني صعب جدا، فين تبغوا تجيبوا لعيبة في الشتوية؟ نعرف إنه في صعوبة، صحيح انك تجد لاعب مميز مهم في الشتوية، لكن هذا العمل حقيقة يسجل لأنمار. شوف لما تقول ليش لأنمار، ليش مو الإدارة؟ طيب اوكي، ده للإدارة، ولكن انا شخصيا احط الأنمار. ليش؟ لانه تحمل كل تبعات والضغوطات اللي مورست ضده من الإعلام، من الجماهير، ومن الناس، ومن كل شيء، ومن القنوات. في كل يوم كانت ضغوطات تمارس على هذا الرجل، وانا واحد من الناس اللي انتقدته بشكل كبير جدا، مو حلقة حلقات. ولكن اليوم هذا العمل اللي يقدمه أنمار يستحق مننا نقول له شكرا. يعني ما يستحق شكرا، يعني يستحق ان يعني. وللأسف بعض الناس يطلعوا لك يعني اتحادين مثلا، يطلع يقول لك هذا ما يفهم في الكورة وهذا ما ادري ايش وهذا. طيب يا حبيبي،
انت اللي تفهم في الكوره، تعال اديني فلوس، تعال انت ليه ما تقدمت انت ولا تجيب الناس اللي تبغاهم يجوا، تعال النادي كان مفتوح صح ولا لا؟ كانت الجمعيه العموميه مفتوحه، اللي بتقدم تقدم، لكن ان نحن نحبط الناس ونحاول نشخصن الامور انا ما عندي شخصن. يعني افهم من كلامك انه اللي جالس يصير في الفتره الماضيه معظمه ما كان انتقاد لمصلحه النادي، كانت انتقادات شخصيه لمصالح شخصيه. لا مش المصر مش الفتره، هذا اللي فهمته انا. الفتره الماضيه كانت فيها اخطاء وكل الناس انتقدنا وانا واحد منهم. انتقدت يمكن انا اول واحد انتقدت الماضي. لا انا ما اتكلم عن نجم الانتقاد، انا اقول اللي استغلوا الوضع وحولوا الانتقاد الى شخصنا. ايوه والدليل الان ظهرت انه الان في عمل بيقدمه انمار وفي شغل وسفر وروحه وجيه واستقطابات اجنبيه، ولكن شيء واحد شفت هذا العمل كله ولا شيء اللي بيصير؟ إيه؟ لو ما كان انمار بنفسه يحافظ على الفريق بنفسه، وهذا الكلام انا اقوله لانمار لاني انا اعرف انه انمار ممكن، لكن يعني ممكن يقود المشهد الاتحادي. ها والشيء الاهم إدارة الكرة، لازم 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 إن الآن أقولها، إدارة الكرة لازم تمشي كلهم. طيب ترى على فكرة أنا أعرفهم كلهم، أنا أعرفهم كلهم مع كامل الاحترام والتقدير لهم. خلاص يا حبيبي، هي المسألة ما هي مسألة إن نحن صحوبية، ما في صحوبية في الاتحاد، لا صاحبك ولا حبيبك ولا قريبك، هنا الاتحاد. اللي يبغى يجي يشتغل الاتحاد واختار العناصر المضبوطة، وأقول لأنمار شوف أنت اجتهدت وعملت وتعبت وتحملت الضغوطات، ولكن في النهاية شوف ترى كل العمل هذا اللي سويته ممكن لا قدر الله ينهار. لا قدر الله ينهار بسبب لأنك أنت ما اخترت الناس اللي معاك للأمانة، وبالذات جهاز الكورة. طيب. جهاز الكورة لازم مع كامل احترامي لشخوصهم ما هم مكانهم في الاتحاد. محمد الشيخ، يعني في ظل الحراك اللي جالس يصير في نادي الاتحاد، 5 لاعبين حتى الآن تم التعاقد معهم، يعني إذا افترضنا أنه انتهى الأمر مع عبد المجيد الصواط، والسادس في دبي الآن أيوب الكعبي وكيلة مع نائب الرئيس، هل هذا فعلا ما يحتاجه الاتحاد الآن؟ هل هذا الحراك سينقذ الفريق؟ الاتحاد، وهذا ما أشرت له في حلقات سابقة، تم تفريغه من مواهبه. الاتحاد بسبب سلسلة الإخفاقات اللي تتالت على الفريق في السنوات الأخيرة، ما عاد جمهور الاتحاد ولا إعلام الاتحاد يقبل بهذا النوعية من اللاعبين، رغم أنه هذا هو أفرازات الاتحاد، وكان الاتحاد قادر على الأقل لا يصل إلى ما وصل إليه اليوم لو أنه حافظ على الأقل على المجموعة اللي كانت موجودة مع تدعيمها بلاعبين. المشكلة أن بين موسم وآخر كان يكون تقريع شديد على اللاعبين، فرغ الاتحاد من أهم مخرجاته، وبالتالي صارت عملية الترقيع في الفترات الأخيرة، لاعب جيد مو جيد يروح يجي. اليوم الاتحاد قاعد يصطاد الأفضل مما هو متاح. لا ما هو واضح النقطة، تفريغه من عناصره الجيدة، يعني ما هي متى، يعني من سنوات ولا السنة هذه؟ لا من سنوات خلال السبعة المواسم الماضية بدأت سلسلة التغييرات المتتالية بسبب الضغوط، وتارة بسبب خلافات مع وكيل مع الإدارة، توقع معاي ما توقع معاي، فصارت في مشكلة في هذا النادي وبالتالي تم تفريغه. اليوم بعض اللاعبين نشوفهم موجودين وماخذين وضعهم في أندية أخرى، وهم من مخرجات نادي الاتحاد. جميل جدا أن تعمل الإدارة اليوم على اصطياد اللاعبين المتاحين المميزين في الأندية. صح السوق شحيح، ولكن لا يخلو من اللاعبين، وإذا ما يصطادهم الاتحاد حيصيدهم المنافسين بقدراتهم المالية على حساب الاتحاد. عبد المجيد الصواط لاعب مؤسس تأسيس جيد، وهذا دائما أؤكد على التأسيس الجيد، لاعب عمره 24 سنة مؤسس في نادي الهلال، انتقل وأثبت حضوره في نادي التعاون، وبالتالي هو إضافة. أيضا أبو عبد العزيز سار لنقطة مهمة لما قال انه في الشتويه الاستاذ طارق كيال انه ما، لا هذه مش قاعده انه في الشتوه وما اصيد، لا في لاعبين متاحين في الشتويه مميزين قد لا يصل الى اتفاق على تجديد عقده مع نادي او لسبب او لاخر، فايضا هنا تاتي لعبه الكشاف والقدره على الاصطياد. انا مثل ما حيى ابو عبد العزيز انمار الحايلي، لابد ان ننصف كل من تعرضوا للانتقادات. انا ادرك
انه احمد كعكي قاعد يشتغل، انا ادرك انه حمد الصنيع قاعد يشتغل، وحمد الصنيع بالفعل له يد في كذا تعاقد، وبالتالي يجب لا معليش 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 يا ابو عبد الله معليش معليش خمس سكن اللي تعرض للانتقادات انمار الحايلي بس. احنا انا شخصيا وفي القنوات كلها كل الحديث على انمار، هو ما يتكلم عنك شخص، هو يتكلم عن مشهد الاتحاد. المشهد الاتحادي لا انتقد فيه نائب الرئيس كعكي، انتقد فيه حمد بس زي انمار، انتقد اللاعبين، انتقد اسامه المولد زي انمار. في احد حصل انتقاد لها نسبه وتناسب بس لا مش نسبه وتناسب، لا كانت التوجه كله ضد انمار. يا سيدي يا ابو عبد العزيز اسمع ابو عبد العزيز، انمار كان التوجه ضد، شوف احنا ما عليه انمار، خلنا نفترض وهذا طبيعي أيوة. ان يحصد انمار حصه الاسد صحيح. في الانتقادات هو راس الهرم صحيح. طبيعي جدا ولا طبيعي جدا ان تنصص من لا، والانتقادات يا ابو عبد العزيز لا يعني انه هذه الانتقادات مو في محلها صحيح، في كثير من الانتقادات في محلها صحيح، وفي بعض الانتقادات جائره اما شخصيه اما نتيجه التاخر، مش مقبول الاتحاد يتاخر، بعضها شخصيه وبعضها نتيجه صحيح. ضغط من الجمهور، ضغط من الاعلام المحب صحيح. لكن كما يعني ننتقد من يخطئ أو من يتسبب في أخطاء قد لا تكون مقصودة أحياناً، يجب أن ننصف حينما يقوم صحيح. بعمل جيد، وهنا الآن في الفترة الشتوية هناك عمل جيد، أحيي عليه أنمار، أحيي عليه أحمد كعكي، أحيي عليه حمد الصنيع وكل من يعمل في هذه الدائرة. نحن في نهاية المطاف نريد أن يعود الاتحاد، لا ساحة في كرة القدم السعودية تخلو من الاتحاد، لا بطولات يغيب عنها مشهد الاتحاد، بل أنا وجهة نظري ينبغي أن يعاد ترتيب مشهد البطولات في الكرة السعودية، حينما يكون الهلال أولا ويأتي النصر الآن وينافس ثانيا، لا ينبغي أن يكون الاتحاد إلا أولا أو ثانيا أو ثالثا، لا يمكن للاتحاد أن يغيب مثل ما يغيب اليوم. طيب طارق النوفل أنت كيف؟ بس نقطة بسيطة، بخلي طارق النوفل تكملة تكملة عشان بخلي طارق النوفل بسيطة سجلها على جنب معلش أبو عبد العزيز بسيطة بس يلا عشان خاطرك يلا. أنمار إحنا ترى أبو عبد الله قال كلام مظبوط ها، لكن احنا كلنا كنا يعني لو جيت القنوات الفضائيه كلها كان الحديث كلهم ما يتجهوا الا لانمار في الفشل. الان من حق الثانيين ان ننصفهم، ولكن الانصاف الاكثر لازم يكون بقدر ما كنا ننتقده. طيب طارق النوفل انت كيف شايف المشهد في الاتحاد والحراك خاصه في 48 ساعه الاخيره؟ كل شيء جميل في الاتحاد، واحنا عندنا مشكله دائما اذا انتقدنا في السابق نقول احنا انتقدنا، بس الان انت عملك كاعلامي ناقد تجد هناك بعض الخلل في العمل الاداري للانديه وتقول هناك خلل، اذا طلع بعدين وعدل خطا او عمل فعل جميل او عمل اداري صحيح او فني صحيح نقول انت احسنت ما فيها شيء، فهذا لا يعني انه العمل السابق كان صح لا خطا. خطا صحيح، الاتحاد كان في عمل يعني كان تركيبه الاتحاد العمل الاداري في الاتحاد والفني كان فيه اخطاء، وكان الاتحاد على شفا حفرة صحيح. دخل في نفق مظلم بشكل كبير جدا. الآن تجد أنه في شخص ثاني قاعد يفكر للاتحادين، أحترم الجميع بدون ذكر أسماء، الرئيس لما أبو الأستاذ عبد العزيز لما ذكر قبل شوي أنه قال أنه الحديث السابق والنقد كان كل السياط موجهة على أنمار صحيح. هو رئيس النادي بكل تأكيد، وحتى اللي تحت ليش قلت كأنه في شخص جديد جالس يفكر في النادي؟ ليش ما قلت هو تفكير أنمار بعد ما تخلص من قيود سيارة اللي كان يطالب بكل شيء وكان ينفذ لها إياه؟ جميل، فهذا جميل. هو فكر أنمار الآن، ليش ما ننصف الرجل؟ طيب. صحيح جميل، أنا أتحدث عن الفكر الإداري. أنا لما أقول كأنه هناك شخص آخر، هذا لا يعني، أنا قلت مجازا، لا يعني أن هناك شخص بالفعل آخر جاء وفكر عن أنمار، لا أنا أتحدث ممكن أنمار فكر بطريقة أخرى أو بزاوية أخرى كان لا يراها في السابق، والآن تغيرت آراءه أو تغيرت يعني قناعاته الداخلية بعد ما جلس مع ناس متأكد أن هناك اتحاديين وقفوا مع أنمار الحائلي وقال حنا معك. صح أنه لما أتت فترة الانتخابات ما حد تقدم صحيح. وكلامك سليم أخوي جمال صحيح أبو عبد العزيز كلامك ما حد تقدم، ولكن بما أنك أنت قدمت عليك أن تتحمل المسؤولية بشكل كامل جدا. عموما الاتحاد ماشي بطريق صحيح، اللاعب لم يكن بالأمس أو قبل أمس بالضبط لم يكن متجه لجدة إطلاقا، كان موجود في الرياض صحيح، مش هو موجود يعني ملفه كامل في الرياض وكان بينتقل لأحد فرق العاصمة، الموضوع محسوم، لكن واضح جدا أن هناك مفاوض شرس اتحادي
وأنا أقول لك أنه هناك مفاوض شرس لم يكن متواجد في السابق بالعقلية أو بالحدة هذه، الآن موجود، أي لاعب يبيه يقدر يجيبه. الاتحاد في السابق فاوض بشكل كبير جدا على عبد الله الخيبر، كان قاب قوسين أو أدنى يكون يوقع مع الخيبري، واسأله أنمار يوم كان موجود في الرياض يوقع مع عبد الله الخيبري لكن راح. الآن بغاه الاتحاد يجيب اللاعب. أنت تتكلم عن عبد الله الخيبري أيام انتقاله من الشباب للنصر. صحيح صحيح. عشان كذا أنا أقول كلام عبد الله سليم. الاتحاد قيمة لا يمكن يستهان فيها، تبيع على مستوى البطولات، يعني منافس الأول في كل بطولات في فترات طويلة جدا من عرفنا الكرة من أي في منتصف 1400 ومن بعد 1405 و6 و7 وكان الاتحاد متواجد ونعرفه. كنا احنا صغار، انا من اتحادي بس كنت راح اشتري منتجات الاتحاد، يعني لانه قدامي نادي كبير. والله والنعم، فلما يختفي على المشهد ترى هذا خطا. والنعم بك ابو محمد. خطا لا، هو ايش فعل؟ اللي يحب الكوره لازم يحب الاتحاد، هذه قاعده. الامر الاخر جمهور الاتحاد، جمهور الاتحاد خلاص كذا انا يعني صاحبك على طول تعب. وعلى طول ان شاء الله جمهور الاتحاد ترى تعب يا جماعه الخير، يا أنمار يا كعكي يا أي يا حمد، أي شخص موجود الآن أو اللي بيجي بعدهم، ترى جمهور الاتحاد والله لن تجدوا أصبر منه ولن تجدوا أوفى منه. يكفي أنا بالنسبة لي ألقبه بعضو الشرف الفاعل في كل السنوات الماضية، كان هناك في قلة في الدعم من قبل أعضاء الشرف في الاتحاد فترة من الفترات، كان الجمهور الاتحادي يضرب أرقام قياسية في الحضور وفي الدعم. صحيح. المالي صحيح. وكان أرقام قياسية كذلك يعني يعني في الترتيب، كان يحقق خسائر معادلة لا يمكن أن تتأتى إلا في مكان واحد هو في مدرج الاتحاد. صحيح. بس أنت قلت نقطة، أنت قلت نقطة مهمة جدا 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 عجبتني. أيوة. إنك أنت كيف أنمار تحول، يمكن كان خرج من قيود سيارة، وهذه كلام في الصميم.